مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم من جديد، وحياكم الله في درس جديد من دروس مادة التاريخ للصف 11 أدبي. في البداية اسمحوا لي أن نطرح بعض الأسئلة لمراجعة الدروس السابقة. السؤال الأول: عدد النتائج الاجتماعية للحرب العالمية الأولى. مر معنا هذا السؤال ووضحنا وذكرنا العديد من هذه النتائج، منها موت الملايين من البشر واختلال التوازن السكاني وتأثير ذلك على نواحي الحياة جميعها. أما السؤال الثاني: دلل على تحسن مركز المرأة بعد الحرب العالمية الأولى. وذكرنا أيضا أن من هذه الأدلة أن المرأة أصبحت عنصرا فعالا وأصبحت تشارك أسوة بالرجل في جميع المجالات تقريبا. أعزائي الطلبة، عنوان درسنا لهذا اليوم نتائج الحرب العالمية الأولى، وهو عنوان الوحدة. أما عنوان الدرس بالتحديد: النتائج الاقتصادية. سوف نستعرض الأهداف الإجرائية لهذا الدرس، ومنها: واحد، أن يستنتج الطالب أثر تكريس جميع الموارد الاقتصادية والإنتاج لخدمة أغراض الحرب. أما الهدف الثاني، أن يفسر عدم تعرض ألمانيا لمشكلات اقتصادية على الرغم من فرض عقوبات اقتصادية عليها. أما الهدف الأخير، أن يستخرج الطالب النتائج الاقتصادية للحرب العالمية الأولى. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصور التي تظهر أمامك، وسوف نطرح بعض الأسئلة ونجيب عليها بإذن الله. السؤال الأول: ما النتائج المترتبة على تكريس جميع الموارد الاقتصادية والإنتاج لخدمة أغراض الحرب؟ انظر واستنتج من خلال الصور. الإجابة من أهم هذه النتائج: زيادة معدلات الفقر والبطالة لسنوات عديدة. أما السؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على زيادة معدلات الفقر والبطالة لسنوات عديدة؟ قيام الدول الأوروبية بالاستدانة، أي الدين يعني. أما السؤال الثالث وهو اختياري، اختر الإجابة الصحيحة: استدانت بريطانيا مبالغ كبيرة من إما فرنسا أو أمريكا أو من اليابان أو النمسا. الإجابة أمريكا. نطرح سؤال كغلق بنائي للهدف الأول: ما النتائج المترتبة على تكريس جميع الموارد الاقتصادية والإنتاج لخدمة أغراض الحرب؟ بينا سابقا وقلنا أن الإجابة هي زيادة الفقر والبطالة والديون لهذه الدول. أما السؤال الثاني: ما النتائج الاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الأولى؟ هناك العديد من هذه النتائج، منها إنهاك الاقتصاد الأوروبي. إنهاك يعني إضعاف الاقتصاد الأوروبي. ثانيا، فرض عقوبات اقتصادية على الدول المهزومة. ثالثا، تناقص القوى العاملة في الإنتاج. رابعا، تدمير وسائل الإنتاج والمتمثلة في المصانع
والأراضي الزراعية ووسائل النقل والمواصلات. خامسا، انخفاض قيمة العملة النقدية. سادسا، ظهور قوى اقتصادية جديدة. إذن هذه التي تظهر أمامك هي النتائج الاقتصادية التي ترتبت على الحرب العالمية الأولى. وهنا أيضا نطرح العديد من الأسئلة لكي نتمكن من توضيح الهدف بشكل كبير. السؤال الأول، اذكر مثالا لوسائل المواصلات المدمرة. انظر عزيزي الطالب من خلال هذه الصور، حاول أن تجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول والإجابة، الخطوط الحديدية والطرق البرية والسفن التجارية. أما السؤال الثاني، بما تفسر أصبحت أمريكا المستفيد الأول من الحرب العالمية الأولى؟ ما السبب؟ لأنها أصبحت الممول الرئيسي للدول الأوروبية. إذن هذه الدول الأوروبية أصبحت تستدين من الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هنا صور أخرى جديدة وأسئلة جديدة. السؤال الثالث، أذكر أمثلة على بعض الأسلحة الحربية المستخدمة في الحرب العالمية الأولى. ركز في هذه الصور واعطي أمثلة على أهم هذه الأسلحة. الغواصات الخاصة التي استخدمتها ألمانيا كما أسلفنا، والأسلحة الكيماوية، والغاز السام، وأيضا المدافع والبنادق إلى آخره. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة. انخفضت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى قيمة الصادرات أم الواردات أم العملة النقدية أم الصناعات؟ الإجابة الصحيحة العملة النقدية. وأخيرا نطرح سؤالا رئيسيا كغلق ختامي لدرسنا لهذا اليوم، والسؤال أمامك، ما النتائج الاقتصادية للحرب العالمية الأولى؟ وأخيرا تحياتي لكم جميعا، وإلى أن نلتقي في درس جديد نسأل الله أن يوفقكم جميعا. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.